حقتله. معايا انا اكيد مش حلو ده. انا شخصيا انت كده على نفسك واروح في حته كله والله كله كله بيقول لك مش خايف مش خايف ولا حاجه بالعكس انا مش دايما الناس عشان تعمل بتاع فانت بتروحي جايه له هنا وبتقول له بالك والله والله كمان كمان كل ده هنا على طول بحط الميه في ميه والله مش كويس هنا حقتله طالما ان هو بس كده قلقان من ايه؟ بالعكس انا مش قلقان، ده انا هتصيد جامد لو الناس شافت الحلم ده، بس الفكره ان سعرها غالي قوي عليا. لا والله. وايه كمان؟ في ايه يا يارا؟ هو تحقيق؟ ما انت السبب في القرف ده كله.